السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله متابعي موقع وقناة ماجد فوتوز دوت كوم. قلت لكم راح اشرح لكم الابديت والفريم وير الجديد اللي نزل حق كاميرات ميرورلس نيكون اللي هي Z6 والZ7، وابرز ما نزل فيه اللي هو الاي اي اف ديتكشن. معكم اخوكم ماجد سلطان زعابي، خليكم معانا. مثل ما احنا شايفين العالم كله متجه حق كاميرات الميرورلس وتطويرها. حاليا كاميرتي الاساسيه اللي هي D850 والD5 حق تصوير الوايلد لايف والسبورت، بس لما اسافر ترافل سفر دوكيومنتري حياه الناس، كاميرتي الاساسيه كاميرا ميرورلس سواء كانت Z6 او Z7. حتى لما اسافر حق الوايلد لايف والسبورت لازم تكون معي الحين كاميرا ميرورلس، تكون باك اب معي تساعدني حق الوايد انجل وال 70-200 دائما راكبه على الميرورلس. سواء كنت تصور استوديو راح تاخذ Z7 اللي هي هاي كواليتي، او سبورت راح تقدر تجرب اللي هي Z6 اسرع واخف لك بالصور او بالسفر كذلك. اوكي، شنو الشغله الجديده اللي ضافوها بالابديت الجديد وكنت اتمناها صراحه من زمان اللي هي الاي فيس والفيس والاي ديتكشن، انه لما تاشر على اي وجه راح يروح حق الوجه ديتكشن اللي هو تتبع الوجه وتتبع العين كذلك. ميزه اضافيه مو موجوده في باقي الكاميرات انك انت تقدر الحين تختار اي عين تبي العين اليمين العين اليسار. كذلك ميزه الوايرلس نقل الصور حسنوها وصارت بشكل وايد اسهل من قبل انك تنقل صورك الوايرلس من الكاميرا الى الموبايل. طريقه انك تشغل الميزه هذه من الابديت بعد ما تسوي ابديت حق الفريم وير، راح تدخل على المنيو، راح تدخل على القلم مكان السيتنج، بعدين الاوتو فوكس، راح تلقى رابع سيتنج تقريبا اللي هو اوتو اريا اي اف فيس واي ديتكشن. تدخل عليها راح تقدر تختار الفيس والاي او بس الفيس، او انك تخلي الميزه هذه اوف اذا انت ما تحتاجها. فانا الحين شغلت الفيس اند اي ديتكشن اون، فراح نجرب الحين مع بعض عملي شلون نشوف دقه الفوكس وشلون تحول من عين الى عين مع بعض. اوكي، الحين انا قاعد اتحرك بالاستديو، المفروض الفوكس قاعد يمشي معاي، اقدر اسوي سويتش حق الفوكس مثلا يروح من عين الى عين، وهذه ميزه حلوه. مثلا اذا واحد واقف بهالطريقه تقدر تروح حق العين الشمال، او لما يغير البوز مثلا تروح حق العين اليمين. فالحين اسامه قاعد ياخذ كم صوره. ضبطنا اسامه. اوكي، انا الحين بطلع من الفريم وبرجع بشوف سرعه استجابه الفوكس مره ثانيه اللي قاعد امسك على العين. اذا وخرت مسافه بعيده ممكن يحول من الاي فوكس الى الفيس ديتكشن لما تروح 5-6 امتار من الموضوع، بس لما تقرب المسافه القريبه على طول الفوكس ممتاز. حتى الحركه مع الفوكس يعني مقبوله جدا، يمكن بعد بالاوت دور راح يعطينا اداء افضل، ما جربته بس يمكن راح اجربها بالاوت دور ونشوف استجابه الفوكس. مثل ما شفنا مع بعض الابديت الجديد طبقناه عملي، وقاعد اتوقع انه راح ينزل لها ابديتس زياده حق السوفت وير نفسه اللي بالكاميرا، فراح تكون افضل على طول. اي ميزه راح تنزل جديده راح نستعرضها مع بعض ونطبقها عملي. اتمنى اسمع رايكم تحت الفيديو، لا تنسون لايك سبسكرايب وكومنت على الفيديو. اشوفكم على خير.